حلوه ماذا بيا يعني تسمعوها. قلت من منكم، نحكي على التوانسة، استبشر خيرا وظن أن الأمر فيه تجديد، قيس أخير في انتخابكم أم في انتخابكم هم وغم وتسهيد؟ مر الزمان مر الزمن أي قيس وبات الأمل فيك مفقود. وبالتالي احنا نقول في وضعية متاع حالة غير صحية لرئيس الجمهورية. هذا مش انت تحكم على هذا. لا خليني لا 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 عايش عايش لا الامور خلينا نقولوا لا 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 عايش لا 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 عايش لا انا انا نطلب منك باش تسحب الكلمه هذه. لا لا اسمع ماكش انت باش تحكم. لا لا يا ودي نقول انا نطرح. لا 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 عندي الحق نقول السيد هذا راهو يلزمو يعالج. انت عندي الحق نقول به اذا كان قرارك ما تدخلش امور شخصيه. ما تدخلش امور شخصيه. لا لا مش شخصيه. انا شوف هذا رئيس الدوله هذا نحترموه. كنت امل كنت امل فيه خير والله من الناس والله العظيم باش تعرف القضيه ماهيش شخصيه. خاطر الشخصيه تلقاني نهاجم معناها ابتداء. لا والله كنت هوني وقلت كلنا استبشرنا خير، لكن لقينا اللي هو صنيعه مخابراتيه معناها مخابراتيه. لا 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 مش تروح شنو تقول اتهامات شنو تقول انا مسؤول عليه ونقول ما اراه فهمت. ومن بعد الناس والهيئات والمؤسسات تثبت كان كلامي يديني هاكا ثم محكمه، واذا كان كلامي صحيح يدقوا فيه. احنا نقول وقلناه الكلام مرارا وتكرارا، هو صنيعه مخابرات الفرنسيه والايرانيه للبنان تونس. نحب تونس تولي كلبنان وهذا لن يكون بحول الله تعالى. تونس ستبقى مناره، وتونس لا شرقيه ولا غربيه، لا هي تابعه ذاك. تونس واضح. عندها استقلاليه. هذا موقفك انت. هذا شخص هذايا ان شاء الله ربي يخفف الخبزه ونقول احنا سؤالنا على الحوار. الحوار على الحوار هاو الحوار انك تدخل في الحوار وتناقش فيه. هذا انا في حد ذاته قله عقل. خطر من يحاور اللي عنده بنية، اللي عنده منهج، اللي عنده راي، اللي عنده ساس، اللي عنده عقل، نتحاور ونجم ونختلفوا، لكن بحول الله. خطر كي نرجعوا الاثنين للعقل ولتحكيم العقل. أما أنا كي نبدأ نلاحظ في لحظة هذه نسمع من بلا صخرة ولا عايش في كوكب آخر، كيفاش تحاور معي؟ يلزم الاثنين نتفقوا. نحن هذه تونس بلاد انتم ستا عايشين في كوكب آخر، علاش على رئيس الدولة؟ لا يا سيدي انتم شنو ها قال محمد البي تحبوا تجيبونا تكرسونا هنا تونستان وكل شوف اللي يقول كلام هذا اذا يتحمل هو مسؤوليته ولا هو يحكي على نفسه. لا لا هذاك الواقع. احنا هذاك الواقع. ولا عجبتني انت يا اختي قلت نحن نشبه للتوانسه وكتبت جمله يعني تدعيم القولك يمكن نقراها. ولهذا شوف احنا نشبه للتوانسه. انا كنت نهبط للسوق وتعرفني انا انسان بسيط وكذا كذا. احنا والتوانسه يعني حاجه واحده، وبالتالي اللي يحب يخلق مشكله بيننا وبين التوانسه راهو يحب يخلق مشكله عائليه. احنا عائله واحده في التوانس فينا هذا وهذا نختلف نعم، لكن انا شوف انا وديما نقول انا ضد العنف مهما كان، وانا من الناس ويعرف سي وجماعه كل يعرفوا اللي انا تعرضت للعنف اكثر من مره وما دعيتش للعنف به. اما النقاش نعم ثم نقاش. انا عندي اصل ثابت ندافع عليه وبقوه كل سلمية، اللي أنا هنا نتكلم باسم الدولة هذه المسلمة صاحبة معناها معلم وعلم الزيتونة اللي هو أول جامعة في التاريخ. هذا هو واضح. إذا كان سمحني إذا كان اختلفنا في كما نقولوا نحن رؤى هذاك طبيعي، أما في أصل الدولة هذه والشعب هذا لا خلاف. هذا شعب مسلم متصالح مع عصره نعم، لكن الثوابت متاع ديننا لا تمس ما دمنا احياء. هذا اللي بيناتنا. واضح هذا كلامك انت وموقفك انت والحمد لله.